السلام عليكم. أثارت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة لغطا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وكان بن داغر قد تنبأ بدور لنجل المخلوع أحمد علي صالح في المشهد السياسي القادم، بل طالب بإسقاط العقوبات الدولية عليه كونه أحد معرقلي العملية السياسية في اليمن. واستغرب كثيرون كيف يدعو رئيس وزراء الشرعية إلى رفع العقوبات عن شريك الانقلاب الرئيسي، رغم أنه لم يعترف بالشرعية ولم يتخذ موقفا من الحوثيين الذين قتلوا والده. ويرى مراقبون أن تحركات بن داغر الأخيرة تأتي في سياق مشروع الثورة المضادة الذي تقوده الإمارات في اليمن والمنطقة العربية بهدف القضاء على أي مناخ سياسي أو ديمقراطي مستقر في هذه الدول أبرزها اليمن. يعلن أولاد صالح ومعاونيه صراحة أنهم يرفضون مخرجات الحوار الوطني ويرفضون الدولة الاتحادية التي هي مشروع هادي. إذن فما هي المشتركات التي ستجمعهم بابن داغر يا ترى؟ وهل يسوق بن داغر نفسه للإمارات عن طريق نافذة المؤتمر والتصالح مع بقايا صالح؟ ماذا عن موقف الرئيس هادي؟ هل يغرد بن داغر خارج إطار شرعيته وتوجهه؟ وأخيرا، هل انتهى بن داغر من واجباته الرئيسية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والقضاء على الانقلاب حتى يتفرغ لرفع العقوبات عن نجل المخلوع؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في هذا المساء مع ضيفي هنا في الاستوديو، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نقاشنا حول تصريحات بن داغر التي كانت في لقائه بصحيفة اليوم السابع المصرية، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر يكشف عن دور مرتقب لأحمد علي. يتساءل الكثيرون ما هي الصفة الاعتبارية لأحمد علي سوى أنه ابن صالح؟ صالح شريك الانقلاب وأحد من أدرجوا في قائمة العقوبات الدولية بتهمة تقويض السلم الاجتماعي ونهب المال العام. نسي بن داغر أنه لولا أحمد علي ووالده وتسليمهم سلاح الدولة للحوثيين لما كان هناك انقلاب، ولما أصبح الحوثيون بهذه القوة العسكرية. ونسي أو تناسى أن صالح وعائلته واجهوا ثورة عارمة دفع فيها الشعب اليمني دماء أطهر شبابه ونسائه. في ديسمبر الماضي ظن بعض اليمنيين أن صالح وأولاده وحزبه عرفوا خطيئتهم بالتحالف مع الحوثيين وسيكفرون عنها بالقضاء على هذه الجماعة التي أتوا بها من كهوف صعدة. لكن وبعد أن قتلت هذه الجماعة علي صالح، ظل أحمد وطارق ويحيى وبقية عائلة صالح بنفس العداء للرئيس هادي وللشرعية، ما يعني أنهم لم يغيروا مواقفهم من المعادلة السياسية. كلمة السر في هذا المشهد هي الإمارات العربية المتحدة كما يقول مراقبون، إذ يرى الكثير منهم أن الإمارات تسعى منذ تدخلها في اليمن إلى إعادة تدوير نظام صالح وتقديمه للواجهة بدلا عن شرعية الرئيس هادي، وهذا ما يجعل القول بأن خلافا جوهريا بين قيادات الشرعية أمر وارد، لا سيما وأن هادي وبن داغر يعتبران نفسيهما قيادات كبيرة في حزب المؤتمر. بعد أن منعت الإمارات بن داغر من أن يحكم في عدن، لماذا يعود للتصريح بهذا التراخي إزاء مشروع يستهدف شرعيته وشرعية الرئيس هادي؟ سؤال يفسح الطريق أمام خيارين اثنين يصعب أن يكونا خيارا واحدا كما يحاول بن داغر، إما شرعية الرئيس هادي أو بقايا أولاد صالح ومعاونوه الذين هم في الأصل ضد مشروع الدولة الاتحادية وضد جميع المرجعيات الوطنية والدولية، فماذا سيختار بن داغر؟ دكتور مرحبا بك مرة أخرى. بالتأكيد تابعت اللقاء الذي أجري مع رئيس الوزراء والنقاط الكثيرة التي تحدث عنها، منها العقوبات ومطالبة برفعها وعلاقته أو موقفه من أحمد علي والتواصل الدائم به، وكثير من النقاط التي أثارت العديد من يعني اللغط في كثير من الأوساط. دعني أسألك بداية، كيف لرئيس حكومة شرعية أن يقدم شخصية مدانة بقرار أممي بأنها قوضت السلم المجتمعي ونهبت المال العام وغيرها من التهم، كيف يطالب رئيس الحكومة برفع العقوبات عنها؟ طيب، أولا دعني أشير لي بس مسألة هامة. ستلاحظي أنه دائما هناك فجوة بين الرئيس ورئيس الحكومة، كان هناك فجوة بين باسم دوا والرئيس عبد الرب منصور هادي،
خلال المرحلة الانتقالية، ثم انتقلنا إلى بحاح، وكان هناك أيضا فجوة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، كان كل منهما يسير في اتجاه مخالف، والأول قادنا إلى الانقلاب وأعاق المرحلة الانتقالية وعطر البلد، والثاني كان له مشروع واتصالات بعيدا عن السلطة الشرعية تمهد لنقل السلطة له. وحاليا هناك فجوة أيضا بين رئيس الحكومة الحالي بن داغر ورئيس الجمهورية، ويبدو لي أن رئيس الحكومة بشكل عام يتحرك في إطار تثبيت وضعه في الحقل السياسي اليمني وتثبيت وضعه للمستقبل كطرف لديه يعني ينتمي إلى منظومة سياسية. هذا تحليل بسيط، لكن لو أجينا للتحليل العميق، نحن لا توجد لدينا سلطة شرعية، لدينا جماعات مصالح. رئيس الجمهورية يعني اختزل ذاته وشرعيته في مجموعة من الشخصيات، وظل ليس لديه إدارة أو أدوات أو حتى منظومة حكومية متكاملة. هناك فجوة بينه وبين الحكومة، هناك فجوة بينه وبين الوزراء، هناك أيضا قطيعة بينه وبين الجماهير. يعني نحن أمام رئيس غائب عن الحضور للرأي العام في الأحداث البسيطة أو الأحداث الكبيرة، نحن لا نشاهد الرئيس. هناك فجوة واضحة بين رئيس الحكومة الحالي ورئيس الجمهورية حتى الآن تتبلور، وواضح أن هناك لا توجد لدينا ما يسمى ب، هناك خلل الآن، خلل كبير للغاية. سنتحدث عن المقابلة بالتفصيل، ولكن عندما نتحدث الآن نحن الآن أمام يعني سلطة شرعية، إن سميناها سلطة شرعية، سلطة شرعية ليست سلطة شرعية. سلطة شرعية عبارة عن كيان متكامل الهياكل والبنى الذي لديه قدرة على إدارة الزمن، هذا الزمن اللي هو زمن إحلال السلطة الشرعية، يكون لديه أدوات منها الأحزاب السياسية. نحن الآن داخل السلطة نتحدث عن جماعة مصالح ومنظومة فساد، كل منظومة تعمل منفردة وتدافع عن منافعها. رئيس الحكومة جزيرة مستقلة له منظومته وله رؤيته. برأيك لما هذا التباعد أو الفجوة التي تحدثت عنها بين الرئيس ورئيس حكومته؟ لأن طريقة العمل غير مؤسسية، ولا توجد هذه الحكومة رؤية استراتيجية ولا رؤية لإدارة المعركة. بالتالي ثلاث سنوات لا توجد لدينا حكومة متكاملة، لن يعقد مؤتمر لمجلس البرلمان في عدن حتى يأخذ الشرعية ويعطي قدرة للدولة على التفاوض وحضور دولة متكاملة. السلطة القضائية ممثلة بشخص، وهذا الشخص يعني وفر الموارد لأعضاء السلطة القضائية الذين أيضا قبل يومين أدوا اليمين الدستورية مع الحوثيين، بعضهم هم شخصية معروفة. ولدينا مجموعة من الوزراء، يعني أحدهم يغرد تغريدة خارج السرب، والآخر كان له موقف مشرف في شبوة ووقف موقفا والآن غائب، ولم تتخذ الحكومة موقفا بعد منع وزير من الوصول للميناء. يعني نحن أمام، هل هو غائب أم مغيب؟ يعني نعلم أن الكثير من يصرح بأي شيء يغيب عن المشهد تماما. هو طبعا ومن الواضح أنه صرح بعيدا، كان في لحظة انفعالية وطنية، عبر عن ردة فعل مؤقتة، ويبدو لي أنها لم ترضي السلطة الشرعية، رغم أننا نتابع نحن ما يحدث في السلطة الشرعية. هناك قلق شديد وهناك آثار سلبية على دور الإمارات العربية المتحدة بما يحدث في اليمن، وهناك أيضا صمت سعودي مشارك، يعني نحن نقول مشارك هكذا بوضوح، لأنه لم يتخذ المواقف السليمة. هناك سلطة شرعية سلمت مقدراتنا وسلمت مستقبلنا وقرار الحرب والسلم لدول التحالف ثم غابت، ولدينا سلطة شرعية مشغولة بالتعيينات، وأنا لدي هنا أسماء مخيفة في التعيينات الفساد الموجودة في السلطة الشرعية، وبعدم وجود كفاءات وطنية أو حتى دولة أو سلطة شرعية كاملة. نحن يمكن لهذه السلطة الشرعية أن تدير بلد، لا يمكن لك أن تديرها ثلاث سنوات من الخارج بسلطة شرعية. مدير مكتب رئيس الجمهورية هو الذي يسمح بالمقابلات والدخول والخروج والتعيينات والعلاقات. رئيس الحكومة منظومة مستقلة، رئيس الحكومة ظل أسبوعا في السعودية بعد الأزمة، لم يلتقي بالرئيس ولم يتحدث حتى بما حدث وبأحداث يناير. وزير يتم إهانته وإعابته من جغرافيته الوطنية ومن مهامه دون أن يأتي حتى ردة فعل من السلطة أو بيان رسمي يتحدث عن ذلك. نحن أمام
سلطة شرعية، والآن إذا عدنا لرئيس الحكومة نقول عليه أن يكون واضحا وصريحا. هل هو يحمل مشروعا مستقلا ولديه رؤية مستقلة ويلعب دورا حزبيا؟ وهذه كارثة وطنية إذا كان يتحرك من خلال أنه ممثل للمؤتمر الشعبي العام. نحن أمام كارثة، نحن نتحدث عن قضية وطنية، هذه القضية الوطنية تترفع من الأحزاب السياسية وتكون لها أهداف وطنية مشتركة. الأحزاب أحد أدواتها. ما الذي يؤكد يعني أنه مشروع مستقل؟ يعني لما لا يكون هناك توافق يعني حتى من قبل الشرعية، خاصة يعني وهو في اللقاء يتحدث عن موافقة الرئيس هادي، يعني ربما ذكره وهي يعني قال أنا دائما أؤكد أن أحمد علي عبد الله صالح منا ونحن منه، وهي عبارة أشار إليها الرئيس عبد ربه أيضا من قبل. يعني هذه تدخل في إطار، هذا هو اللي قلت، لا توجد سلطة شرعية ولا يوجد دستور يحكم عليه التمييز. هو منه أحمد صالح كشخص ولا كرئيس دولة؟ كرئيس دولة هنا مفترق، إذا كان هو كشخص هو من هو هذا من هو، هذه علاقة شخصية مستقلة. هذا رئيس دولة، وهذه الدولة هناك من انتهك سيادتها، وهناك من انقلب عليها، وهناك أموال منهوبة، وهناك انتهاكات، وهناك مخفيين قسريا، وهناك كوارث وطنية. عليه أن يمثل، نحن انتخبناه ليمثلنا وطنيا لا يمثلنا شخصيا. علاقته الشخصية وأنا مثل الحزب، يعني وهو الحزب السياسي المؤتمر. نحن يعني دكتور، يعني كان تتضح الصورة، يعني لا مشكلة لدينا مع الحزب، يعني نحن مشكلة مع الأحزاب بشكل عام، يعني مشكلتنا هي مع الأفراد الذين ساهموا بالانقلاب وشاركوا فعليا وأدرجت أسماءهم بعقوبات أممية، وإلى اللحظة لم يعترفوا لا بالشرعية ولا بمخرجات الحوار الوطني ولا بأي شيء حتى اللحظة. يعني كل التقارب الذي يحدث هو من قبل الشرعية أو حزب المؤتمر المنتمي للشرعية. وهذا يؤكد ما قلت لك قبل قليل، نحن أمام جماعة مصالح وليس أمام سلطة أو حكومة تمثل مطالب الشعب اليمني وتطلعاته، لأن نحن أمام منظومة تتحدث عن أحزاب سياسية، تتحدث عن منافع ومناصب، تتحدث عن علاقة خارج السلطة، ولا تتحدث عن أهداف وطنية واستراتيجية وطنية. الأحزاب أحد أدواتها هو في التصريح ونتحدث، وهذه كارثة. يعني في ثلاث قضايا يتحدث عنها، وهذه شوف ستلاحظي أنه ليس لدينا استراتيجية، وسنتحدث عن العقوبات وأحمد علي. أولا قضية رفع العقوبات على أحمد علي، هذا قرار يتعلق بمصالح الشعب اليمني وب التكلفة التي تحملها الشعب اليمني، ولدينا أموال منهوبة نحن نريد استردادها، ولدينا هناك انتهاكات. تحدث عن أنه ينتظر، هناك انتظار لتحرك دولي تجاه التوغل الإيراني. هذا القرار مجلس الأمن يعرف مسبقا أن التوجه الدولي تجاه إيران لن يتم، لأن هناك صراع دولي وإيران جزء من الحلف الإيراني. ثم تحدث عن تهم الفساد شائعات، هذا كلام مردود عليه. نعم سنتناول المواضيع نقطة. طيب نقطة، يعني لنتوقف عند مسألة يعني العقوبات، يعني تقارب بين دغر وأحمد علي أيضا، ألا يعد هذا قفزا على القرار الدولي وشرعية اليمنيين؟ هذا يتنافى مع يعني مع كل المرجعية الدولية، ويتنافى مع المصلحة الوطنية اليمنية التي نحن يعني فوضنا سلطة شرعية، تفويض سلطة شرعية. سلطة شرعية تتجاوز الأحزاب، علاقتهم الحزبية هذه يخلوها جانبا، علاقة حزبية أو أن الأحزاب أن المؤتمر الشعبي العام يعني هذا يعني في أعضاء منهم فرضت عليهم عقوبات، هذه علاقة أخرى. نحن لا نتحدث عن أحزاب، نتحدث عن قضية وطنية، وبالتالي كل شخص بأي حزب كان أعاق عملية الانتقال عليه أن يتحمل مسؤوليته الفردية. الأحزاب السياسية قلنا هناك آليات أخرى، وبالتالي العقوبات ليست يجب أن ترفع بهذه السهولة كما قال. العقوبات نحن نطالب كان منه يتم إدراج عيد الرؤوس، ويتم إدراج هاني بن بريك، ويتم إدراج المجلس الانتقالي ككيان إذا استمر في إعاقة الانتقال والحوثيين، لا أن نشيل في هذا التوقيت واليمن تتمزق العقوبات. نحن نطالب بمزيد من العقوبات لكل من أعاق عملية الانتقال أو استرجاع السلطة، سواء الحوثيين ككيان. بس الأول فكرة قطعت عليها أقول، هو تحدث أنه شبه الكارثة الوطنية وين؟ يقول أنه الحوثيين أو المجلس الانتقالي إذا سلموا السلاح عليهم أن ماذا؟ عليهم أن يمكن قبولهم كأحزاب سياسية دون عدالة انتقالية والأموال المنهوبة. اثنين، مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الثلاث لم تعد كافية. يعني الآن هم مقتنعين ينسحبوا من المدن، الحوثيين أصبح الآن بعد
بعد تعديل المناهج المدرسية وإدخال ملازم بالجامعة وأخذ السلاح. نعم. نتحدث عن انسحاب، بس فكرة واحدة لو سمحتي، المبادرة الخليجية ما زالوا يتحدثوا عنها حتى الآن، نحن الآن قطعنا شوط كبير ونطالب بعقوبات ونطالب بمحاكمات، يجي يطلب لي أن نسلم لي السلاح، هذا ليس كلاما منطقيا. نعم نتحدث عن هذه النقطة الدكتور، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا في حوارنا الأستاذ ثابت الأحمدي القيادي في المؤتمر الشعبي العام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ثابت. مساء الخير والخير، أهلا وسهلا بكم وبالمستمع والمشاهد الكريم وأيضا ضيفكم العزيز، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ ثابت دعني أسألك، منذ سقوط صالح ما الذي قدمته القيادات قيادات المؤتمر للشرعية على خط استعادة الدولة؟ قيادة المؤتمر الشعبي العام الشرعية، وأتكلم عن الشرعية، هي بالنهاية جزء من الدولة وجزء من الشرعية التي لا تزال متعثرة حتى الآن، ولما تكمل يعني زحفها أو اتجاهها وصنعاء، لكن على أي حال هي جزء من الشرعية وما ينضوي أو ما ينطبق. نعم قبل أن تسترسل أستاذ ثابت، يعني لكي أوضح سؤالي أكثر، يعني أنا لا أتحدث عن مؤتمر هادي أو المؤتمر المنضوي تحت الشرعية، أتحدث عن مؤتمر صالح يعني الذي شارك في الانقلاب يوما ما والذي كان مشاركا في الحوار بجانب الحوثيين ضد هذه الشرعية. هناك فصيل من المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وتعون تحت سلطة الجماعة الحوثية، لا يملكون من أنفسهم من أمر أنفسهم شيئا، بل لم يستطيعوا بعضهم حتى الآن لم يستطع المطالبة بجثة صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سابقا. نحن نعتبر مؤتمر صنعاء تحت مخطوطا تحت سلطة هذه الميليشيات. أيضا لا أتحدث عن هؤلاء أستاذ ثابت، يعني نعلم ما الذي يحدث في صنعاء، من تفرقوا بعد صالح وذهبوا يمنة ويسرى، أتحدث بشكل واضح عن أحمد علي، عن طارق، عن العديد من قيادات المؤتمر التي ليست تحت سلطة الحوثي حتى الآن، لم نجد لها أي موقف واضح يتحدث بأنها تنضوي تحت الشرعية وأنها ضد الانقلاب، حتى لم تصرح بمن قتل صالح. هناك فصيل معين أو فصيل محدد من هؤلاء فعلا لم يعلن حتى الآن انضمامه إلى الشرعية، لكن خلال هذه الأيام وخلال هذا اليوم وغدا وبعده هناك محاورات جادة تجري في القاهرة لتوافق مؤتمري تحت قيادة الشرعية من كل الفصائل عدا فصيل صنعاء الذي يعتبر تحت يعني تحت سلطة الحوثي. نعم اسمح لي أن يعني أقرأ لك مقطع، وبالتأكيد أنت اطلعت على اللقاء أستاذ ثابت، يعني قول بن دغر: أنا لا أؤيد من يقولون مجموعة علي عبد الله صالح ومجموعة عبد الرب منصور، كلنا ننضوي تحت لواء المؤتمر الشعبي العام ومساره الوطني. يعني هل من المعقول أن يصدر هذا من رئيس حكومة شرعية تعي جيدا أن هناك فصيل أنت أيضا تحدثت عنهم لم يعلنوا بعد ولاءهم للشرعية أو موقفهم من الشرعية، فصيل مكن الحوثي من الدخول صنعاء وساعده وسانده ويعني قاتل اليمنيين بأسلحتهم، العديد من الجرائم يعني هم متهمون بها يعني بالجوار مع الحوثيين، كيف يتم مساواتهم بالشرعية مع القفز عن كل هذه الجرائم؟ عزيزتي، ما بعد مقتل صالح غير ما قبل، صحيح المؤتمر الشعبي العام وأغلب قيادته شاركت الجماعة الحوثية وسهلت لها وقدمت لها الكثير من التسهيلات خلال 2014 وما بعد، لكن بعد مقتل صالح حصل نوع من الافتراق بين مكون كبير خاصة في الجماعة القيادة المؤتمرة التي في الخارج عدا القلة منهم، وما بعد مقتل صالح غير ما قبله بالطبع، وكما قلت هناك حوار جاري بين مختلف الأطراف في الخارج وسيعلنون موقفا موحدا خلال الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. أما مؤتمر صنعاء فهو في الحالة في الواقع ميؤوس منه، ولا نستطيع ويعني ولا يستطيعونهم إصدار أي قرار، والواقع نحن نعذرهم لأن هذه الجماعة لا تؤمن بالرأي ولا بالرأي الآخر، ولا يمكن أن تسمح لهم أبدا بإبداء أي موقف. نعم إذا نسمح لنا أستاذ ثابت ابقى معنا، يعني نشرك معنا الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني هل يعني أعيد لك نفس السؤال، هل من المعقول أن نتناسى جرائم هذا الفصيل الذي لم يعترف بعد بالشرعية ونساويه ب يعني من انضوى تحت الشرعية وحارب الانقلاب، ويعني خطورة مثل هذا التصريح دكتور عبد الباقي، تصريح بن دغر يعني الحديث عن هؤلاء؟ هو نحن نعطي تصريح عام، نقول أن هناك فرق بين الأحزاب السياسية
بين منظومة الفساد وجماعة المصالح. ترتيب الحزب المؤتمر الشعبي العام كطرف من أطراف المبادرة بعيدا عن الشخصيات التي ارتكبت انتهاكات بحق الشعب اليمني، وكذلك الشخصيات القيادية التي ساهمت أو ساعدت في انتهاكات أو كانت جزء في الانقلاب، هذا الشيء ينبغي حتى عليهم أن ينسحبوا من الحقل السياسي. بقاء المؤتمر من ناحية عقلانية وترتيبه لا يجب أن نلعب نحن الآن في هذه المرحلة بالأدوات الحزبية. المؤتمر الشعبي العام أهميته في اللحظة هذه هو الحفاظ على كتلة، هذه الكتلة كيف نرتبها وفقا لشروط التي هي من تقصد بهذه الكتلة؟ من هو الكتلة؟ بمعنى أنه يعني الحديث عن أحمد علي وعن شخصيات تنتمي إلى الأسرة السابقة، هذا حديث يعني كارثي، لأنه نحن أمام يعني تجاوز لتطلعات الشعب اليمني، تجاوز يعني تأثير في المستقبل. يعني هل لا يوجد في اليمن رجال أو لا يوجد لدينا من القيادات القادرة على أن تقود المرحلة القادمة؟ هل نحن نحب الجلاد؟ هؤلاء أخذوا السلطة لثلاثة عقود وقادونا وسلموا صنعاء للحوثيين ولديهم أموال الدولة المنهوبة، عليهم أن ينسحبوا. وزير بريطاني تأخر عن لقاء البرلمان فاستقال، هؤلاء نهبوا دولتنا وقتلونا. نعم. ثم ما زلنا نطالب بهم. علينا أن نتحدث ونفرق الآن، أقول للسلطة الشرعية يعني نحن الآن إذا كان لدينا كان رؤية ما يسمى يعني استعافة سلطة، هناك استراتيجية وأهداف، الأحزاب كلها تلتقي حول أهداف، هذا الشغل يفترض. نعم. مش موجود أهداف. بقاء الحديث عن أحزاب نحن أمام كارثة، نحن ما زلنا في طريق سنستمر. نعم. أنقل هذه الفكرة لضيفي الأستاذ ثابت. أستاذ ثابت، يعني أحمد علي شخصية مدانة على المستوى الدولي والشعبي، ما هو مبرر بندغر في العودة إليه بهذا الشكل؟ ما هي القيمة الاعتبارية لك؟ يعني هو فقط إلا أنه يعني نجل صالح، يعني حين يتحدث أنه لا يؤيد فرض عقوبات على أي عضو بالحزب سواء أحمد علي صالح أو غيره، يعني بين حزب أضاها يعني عضو بالحزب أضاها بين قوسين، ويقول بأنه يجب رفع هذه العقوبات وبنهاية المطاف سترفع، يعني ألا يقوض ذلك أيضا هذا البند من قرار تتكئ عليه أصلا الشرعية لاستعادتها؟ يعني نحن نتغنى بقرار 22/16 الذي هو جزء من هذه العقوبات. عزيزتي بشكل عام ليس لليمنيين إلا عدو واحد هو الحوثي، بقي أي خلاف مع أي مكون يمني حزبي هو خلاف سياسي. اسمح لي أن أصحح لك، ليس الحوثي فقط، يعني يجب ألا يعني نخون الذاكرة بهذا الشكل أستاذ ثابت. هناك من وقف مع الحوثي يدا بيد وصفا بصف وقاتل معه، يعني كيف نتناسى ذلك؟ لأنه فقط الحوثي يعني ونعد الصراع فقط يعني حوثي وشرعية، كان هناك انقلاب ممثل بطرفي الحوثي وصالح. إذا استطاعت سلطات الفترة القادمة أن تحاكم هؤلاء فلتحاكم، لكن للفترات الانتقالية أحيانا منطقها الخاص. وبشكل عام إذا انضوى أو إذا انضم أحمد علي عبد الله صالح وفريقه إلى الشرعية، فالرأي الشخصي أنه لا مانع، يعني لا مانع من ذلك. نكرر ما حدث في 2011 أستاذ ثابت، يعني الحصانة التي منحت لعلي عبد الله صالح والتي ضرت بمسار المنطقي للدولة اليمنية الحديثة التي كان يفترض أن تبنى، وتعلم جيدا ما الذي سببت تلك الحصانة، ونكرر الآن ما يحدث وكأننا لا نعي الدروس ونعطي حصانة لكل من انضم الى الشرعيه. عزيزتي لو تكرمت، الامر ليس كذلك. علي عبد الله صالح خان الجمهوريه وخان 26 سبتمبر وخان الشعب اليمني، وفي نهايه المطاف وقع في شر اعماله ودفع راسه ثمنا لخيارته وانتهى امره وصار من الماضي حتى الان. نتكلم عن من هم حاضرين لحد الان احياء، سواء احمد علي عبد الله صالح او طارق او يحيى، اذا ارادوا الانضمام الى الشرعيه والعمل تحت رايه الشرعيه لمواجهه الحوثي راي الشخصي أن ذلك حالة إيجابية يجب احتوائها. يعني حتى الآن لم يثبت لهم موقف أستاذ ثابت، يعني ما زالت جيوش أحمد علي وحرسه الخاص يقاتل اليمنيين حتى اللحظة، يعني كيف نستطيع أن نتجاوز عن كل ذلك ونجعل الشرعية يعني هي الغطاء الذي يتستر به أي مجرم؟ ألا تجد في ذلك صعوبة؟
أرجو أن أبالغ كثيرا في مسألة قولك تحديدا حرس أحمد علي عبد الله صالح. أحمد علي عبد الله صالح دبلوماسي من قبل 3 أو 4 سنوات ولم يعد له علاقة بالحرس الجمهوري النهائي. الحرس الجمهوري والدولة والجيش والأمن كل اليوم تحت سلطة الحوثي، ولا علاقة لأحمد علي عبد الله صالح بما يسمى اليوم الحرس الجمهوري، بل لم يعد هناك حرس جمهوري بالمفهوم العسكري. هناك ميليشيا تقاتل تحت سلطة الحوثي. أحمد علي عبد الله صالح دبلوماسي من سنوات طويله ولم يعد، وقد نفض يده تماما من مساله حرس جمهوري. نعم، يعني استاذ ثابت، يدرك اليمنيين ما الذي قام به احمد علي سواء كان دبلوماسيا او كان قائدا للحرس الجمهوري، ويدرك تماما ما الذي قام به الحرس الجمهوري حتى اللحظه. شكرا جزيلا لك ثابت الاحمد القيادي في المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عوده اليك استاذ الدكتور عبد الباقي، هل يعني نتحدث عن الشرعية كمغسلة للجرائم؟ من يريد أن ينضم إليها فأهلا وسهلا به. أولا دعني أعلق على اللغة الرمادية التي يتحدث بها الضيف. هذه لغة رمادية، نحن حتى وإن كان دبلوماسيا، نحن نعلم لو كان دبلوماسيا نقيا لما أدرج اسمه في لجنة العقوبات. اثنين، نحن لدينا أموال منهوبة ولدينا استثمارات ما زالت ولدينا ملفات ينبغي أن تفتح في المستقبل. اثنين، في عنصر في غاية الأهمية، الآن الكيانات العسكرية غير الوطنية التي الآن يقوم بتجميعها ابن صالح اسمه قائد الحرس طارق، هذه كيانات غير وطنية ومهمتها ما زالت تندرج في إطار المشروع الإماراتي، أي أنها ستذهب للشمال الغربي لتظل تعز محاصرة ولا تسلم لأبنائها أو للقيادات الوطنية. سيتم تحرير أو استعادة بعض المناطق وإعادة شرعنة هذه الجماعات التي ستحاول تتحول إلى قوى وطنية وعسكرية ومقاومة وطنية، استعادة الساحل الغربي وتناضل ويحاول هنا تجديد شرعيتها من جديد. هذا ما زال حتى الآن، هذه مبادرة، هذه كلها الإشارات لا تعطي إشارات وطنية. إذا أرادوا هؤلاء أن بعض الشخصيات عليها أن تنسحب طواعية من المشهد، يعني احتراما للشعب اليمني واحتراما لا نعيد التاريخ عندما تصالحنا مع الملكيين في السبعينات وتعافينا عن كل الجرائم، يريدون أن نتصالح بالطريقة اليمنية، نذبح ثور وكل واحد يصلح سيارته وإلى كلام فاضي. هذه بلد تبنى، هناك شخصيات لابد أن تستعيد الأموال، وهناك ينبغي إصلاح الضرر وإعادة الاعتبار للضحايا وأخذ النقيين للسلطة الشرعية دون أن نستعيد شخصيات لابد أن نعيدها، يعني نحن نعيد شخصية لها مطامع عائلية. اثنين، حتى الآن المشروع يعني حتى لم يعطوا إشارة، الذين تجمعوا أقول كجماعات عسكرية غير وطنية مثلهم مثل الحزام الأمني، حتى الآن بعيدا عن السلطة الشرعية، كيف يمكن لهذه الجماعات أن تتجمع بإشارة ودعم إماراتي بعيدا عن السلطة الشرعية ويؤسسون سلطة خارج السلطة؟ بالتالي نحن أمام جماعة منظومة مصالح تتحرك للحفاظ على مصالحها وليس لاستعادة السلطة، ترتب وضعها عسكريا وسياسيا بالمؤتمر الشعبي العام حتى يكون لها وجود في أي تسوية في المستقبل، لا علاقة لها بالأهداف الوطنية وباستعادة الأرض، لها علاقة بمصالحهم الضيقة والخاصة. نعم، إذا تسمح لنا دكتور عبد الباقي أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وقبل أن أعود لك دكتور عبد الباقي، ينضم معنا أيضا الصحفي غمدان اليوسفي من جنيف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا، مساء النور. أهلا بك. برأيك أستاذ غمدان، لماذا يغيب صوت فبراير في الحكومة وتظهر الأصوات الداعمة للإنقلابين في مربعات الشرعية؟ يعني أعتقد أن ما يتعلق بغياب صوت فبراير هو غياب الحكمة السياسية بشكل عام في اليمن وفي التحالف، وبالتالي يحاولون البحث عن المخرج، وهم يدركون أن المخرج أساسا يعني مقدور عليه لولا أن مسار يعني التحالف تغير بطريقة أو بأخرى وأصبح له أهداف ذاتية متعلقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي، ثم أيضا ومماراه يعني السعودية في هذا الملف هو ما جعل يعني وكأننا لم نجد الحل، بالعكس يعني الحل كان أمام أيدينا، ونحن ندرك أن يعني الخطط العسكرية كان يمكن لها أن تنجح لولا أن يعني هذه الدولة أو تلك يعني اختلقت هذه المخاوف أو تلك من الحوثيين، وإلا فإن الملف يفترض أنه انتهى قبل عامين على الأقل. شباب فبراير ليس بيدهم اليوم، يعني ليسوا أساسا جماعة مسلحة وليسوا يعني حكومة وليسوا سلطة، فبالتالي البحث عن البدائل أو محاولة استخراج يعني هذا الـ يعني الجيش من العائلة المتعلقة بعبد الله صالح، فأعتقد أنه لن يجدي، لأنه في النهاية يعني محاولة لخلق واقع بائس ثار الناس عليه، يعني فأنك تعيد هذا الملف إلى الواجهة وكأنه هؤلاء سيأتون بعصا سحرية لكي ينقذوا البلد من الحوثي، فأعتقد أنه نعم المشكلة أستاذ غمدان أن يعني الجميع يشعر أنه يعني ثورة فبراير وصوت فبراير هو محارب أصبح من الجميع، سواء من الحوثيين أو حتى من الحكومة الشرعية. صوت فبراير لم يعد قويا وعلت أصوات يعني من يقومون بثورة مضادة بشكل أكبر. يعني في النهاية استطاع فبراير أن يفتت كل هذه القوى، لا أحمد علي بقي أحمد علي، ولا طارق بقي طارق، ولا الحوثي سيبقى حوثي. نعم، إذن يعني ما رأيك بمن يحاول إعادتهم للمشهد أستاذ غمدان؟ يعني طبيعة التواصل مع مشمولين بعقوبات دولية شركاء بالانقلاب لأنهم فقط من جناح المؤتمر في الشرعية، هل يعيد ذلك يعني شرعية اليمنيين إلى مربع صالح من الباب الخلفي لنظامه؟ أعتقد أنه لا يوجد ذلك الإجماع الذي يمكن أن نتحدث عنه، خصوصا يعني فيما يتعلق ربما حديث رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يعني مع احترامنا لشخصه ولأدائه وما، لكن في النهاية هو بقي على موقفه السابق منذ عام 2011 إلى اليوم بما يتعلق بعائلة علي عبد الله صالح، ويعني هذا الموقف قد يعني احترم لأنه في النهاية يعني يعتقد أنه الحزب هو مرتبط بهذه الشخوص، ولكن يخطئ لأنه في النهاية هو يهين الحزب. نعم، قد يحترم موقفه أستاذ غمدان، اسمح لي بالمقاطعة، إن كان رجلا عاديا ولكنه رئيس حكومة تمثل اليمنيين وتمثل توجههم كما يجب، يعني هل يمكن التجاوز عن ما فعله أحمد علي فقط لكي ينضم إلى الشرعية؟ محاولة التقارب إليهم سواء أحمد علي أو طارق بهذا الشكل الذي يعني بين قوسين أصبح مبتذلا، يعني الجماعة لا يعيرون الشرعية أي اهتمام ولا يعطونها أي قبول، على العكس يعني خطاباتهم ما زالت سنقاتل ضد العدوان وما إلى ذلك، لم يشيروا حتى لمن قتل يعني أبيهم، ألا أتجد أن ذلك إسفاف؟ يعني في النهاية حديث رئيس الوزراء يعني هو محاولة لتسجيل أهداف في الوقت بدل الضائع، يعني أعتقد أنه ليس بيده تحريك طارق ولا أحمد، يعني نحن ندرك هذا الأمر، وإنما طارق وأحمد وغيره هؤلاء مرتبطين بملف بعيد عن ملفنا، ملف بعيد عن
عن إدارة رئيس الجمهورية نفسه في النهاية، حتى إذا صرح يعني رئيس الوزراء ونادى برفع العقوبات على أحمد علي عبد الفتاح، في النهاية هذه الأمور مرتبطة برئيس الدولة وليس برئيس الوزراء. رئيس الوزراء يعني قد يتغير في يعني في غضون أيام، قد يتغير في غضون شهر، لأنه في النهاية لم يعد أساسا ذلك الشخص المرضي عنه، إلا إذا كانت هذه التصريحات بمثابة محاولة استرضاء الإمارات للإبقاء على شخص الدكتور أحمد عوض بن يعني الدكتور أحمد بن دغر كرئيس للوزراء، لأنه دار الحديث خلال الأيام السابقة أنه سيتم تغيير رئيس الوزراء، هناك تغيير قادم، فبالتالي هذه ربما تكون محاولة للاسترضاء. قد يكون هذا الأمر ليس مستبعدا، لكن أيضا في الوقت الضائع هناك ملفات يعني متعثرة في كل المجالات، واليوم نحاول أن نستعيد الماضي لنخلق به مستقبل، وهذا يعني من المستحيل يعني في إدارة الدول. اليوم محمد علي عبد الصالح ستبقى العقوبات على الأقل من الآن إلى لمدة عام، خصوصا أنه تم التمديد لمدة عام، وهذا الملف. نعم أستاذ غمدان، يعني نتحدث نحن عن عقوبات دولية، عن حقوق ضحايا، عن جرائم، عن أموال منهوبة ما زالت منهوبة حتى اللحظة، هل يمكن التجاوز عن كل ذلك؟ لن يتم التجاوز في النهاية، يعني لن يكون أولاد يعني أسرة صالح أقل من الحوثيين، يعني هم في النهاية ارتكبوا الجرائم خلال 3 سنوات يعني من الحرب، واليوم يراد لنا أن نفهم أن هؤلاء كانوا بعيد عن المشهد، فأعتقد أن المجتمع أصبح يدرك من هؤلاء، فيعني حتى لو ضغط دوليا علينا أن نقبل بها فلن يتم لهم الأمر، في يعني في النهاية لن يكونوا أقوى من الحوثيين الذين هم اليوم عدو للشعب بالكامل، فيعني ننتظر، ربما يعني لا أحد يدرك ما الذي يمكن أن يحدث لهذه الجماعة، يعني أنا أعتقد أنه أصعب ملف اليوم ملف الحوثي، لكن هؤلاء لن يكونوا أساسا يعني حلا لهذا الملف، ولن يكونوا توطينا لقوات مسلحة يفترض أنها تدير. بالمقابل أيضا هناك فساد مرعب بداخل صفوف الشرعية، بداخل صفوف الجيش الذي أعده الشرعية، هناك عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الأسماء الوهمية في كشوف الجيش، كل هذه ملفات لن تتيح أساسا لا لأحمد علي ولا لطارق أن يتحرك هذا الملف، يعني في النهاية هناك هوامير حرب لن يستطيع أحمد اليوم أو طارق أو غيره أن يتجاوزهم، ويعني بالتالي أعتقد أنه الإمارات تلعب بورقة تالفة لا يمكن الاستفادة منها في المستقبل. نعم الصحفي غمدان اليوسفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، برأيك يعني ما هي مخاطر تقويض شرعية اليمنيين ونبل قضيتهم، ونحن نتحدث عن العديد من النقاط التي تخذل مثل هذا الموقف؟ بس مدخل للموضوع. نعم. السؤال، ترتيب المؤتمر الشعبي العام على هذه الشاكلة ليس مطلبا وطنيا يمنيا، بل مطلبا تحالفيا، دول التحالف وتحديدا الإمارات العربية المتحدة. ترتيب المؤتمر الشعبي العام نقيا مطلبا يمنيا بهذه الشاكلة، حديث رئيس الوزراء يقول المعركة في اليمن ليست معركة يمنية بل معركة عربية مع إيران، وهذا أيضا كارثة، معركتنا معركة يمنية، وإن هم أرادوا الدفاع عن أمنهم الوطني أو الإقليمي عليهم أن يكونوا شركاء ندا للند مع احترام قضيتنا. نحن الآن أصبحت معركتنا معركة إيران مع السعودية، هذه ربما تأخذ عقود لأن إيران ستكون البديل لإسرائيل في المنطقة كمواجهة المنطقة العربية، بالتالي نحن دخلنا في صوملة اليمن وفي معركة قومية، ولهذا نحن سلمنا ترتيب رفع العقوبات أيضا مطلب تحالفي وليس مطلب مؤتمري. ولذلك تلاحظي أن هذه الحكومة يعني تتحرك في توقيت نحن نتحدث عن استراتيجيات عودة، وهم يتحدثون عن أحزاب سياسية وبقاء شخصيات تنتمي للمنظومة الماضية، لأنه كل تفكيرهم ألا يستلموا شباب فبراير والجماعات السياسية التي ساهمت في فبراير وساهمت في المقاومة الوطنية السلطة، ويكونوا الطرف اللاعب الرئيسي، يريدون أن يدخلوا هذه الجماعات في التسوية، وهذا مشروع تحالفي، وهذا كله أيضا لا يخفي الخوف من حركة الإسلام السياسي ومن الشباب المستقل بعيدا، لأن الحقل السياسي اليمني مراقب منذ السبعينيات، مراقب رقب في 70 عندما عادوا الملكيين، وراقبونا في 2011 عندما جددوا شرعية صالح ولم يحدثوا تغيير لأنهم أرادوا
المجتمع اليمني لا يعمل انتقالات ديمقراطية ولا يؤسس لحكومة مستقلة بعيدة عن المصالح، وبالتالي جددوا شرعية صالح، والآن نحن تحت الرقابة، يضعفوا السلطة الشرعية، شكلوا حزام أمني وجماعات عسكرية خارج السلطة الشرعية. الآن طارق صالح يؤسس جماعات مرتزقة، تعتبر مرتزقة بالمفهوم الواضح والصريح، مرتزقة إذا لم تعلن موقفها أو تكون تحت السلطة الشرعية، هؤلاء مرتزقة في الحزام الأمني، وبالتالي هذا العمل لا يؤدي إلى نتائج، لا يؤدي إلى 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 إدارة معركة. أنا لا أشعر أن نحن أمام منظومة من جماعات المصالح التي سلمت أمر الشعب اليمني إلى دول التحالف ولم تتخذ موقف. حتى وصف رئيس الوزراء لما يحدث في الجنوب أنه قال أنه مزاج يعني غالط أو زائف مزاج. نعم ليس أمام مزاج، هناك دولة من دول التحالف تغذي هذا المزاج وتجذره وتضع له بنية وهيكل. أين موقف الحكومة من ما يحدث من أحداث يناير والتحقيقات؟ وين وصلوا؟ أين موقف وبيان الحكومة من الوزير الذي وعيد؟ أين موقف الحكومة من هذه التعيينات التي أمامي والمخجلة التي لها أسماء مهولة من العلاقات المنظومة القبائلية، من المنظومة العائلية، أسماء قوائم تقريبا بصفحات من الأسر والتعيينات. نعم، ولكنه يعني أشار إلى أنها هذا الفساد هو مجرد إشاعات. ثم تحدث عن تسليم السلاح لطرف ثالث. أي سلطة تتحدث؟ أنا هذه كارثة، عندما يقبلون أن يكون الطرف الثالث هو دولتين عربيتين وأمريكا. عندما تقول تسليم السلاح لطرف ثالث يعني أنت لست سلطة شرعية، أنت طرف نزاع. ما في سلطة شرعية توصف نفسها أنها طرف نزاع، أنت سلطة شرعية. يسلم السلاح للسلطة والمطالبة تكون التالي: إحالة قيادة الحوثيين وإدراجهم في العقوبات الدولية وإحالتهم تشكيل لجنة دولية. نعم، ولكن تحدث عن نقاط اتفاق كانت يعني مسوى بينهم وبين الحوثيين. يعني هل تتوقع أن الحوثيين لم يقبلوا بذلك؟ هل سيقبلون بمحاكمة وبتسليم سلطة وما إلى ذلك؟ يعني نتحدث في إطار الواقع. نتحدث في إطار الواقع. هناك ما يسمى نان أكتور ستيت، فاعل غير الدولة في الشمال، تمام، اللي هو الحوثيين. وهناك فاعل تمت صناعته غير الدولة اسمه نان أكتور ستيت، وهذا معروف بالعلوم السياسة. عندما تريد أن تدمر سلطة وتدمر دولة انشئ فاعل غير الدولة يكون لاعب رئيس. وهناك دولة من دول التحالف بموافقة السعودية أسست لنا لاعب غير الدولة في المناطق الجنوبية. عندما يكون أحد المتحالفين معك يدعم لاعب آخر، كيف سيسلم لك السلاح؟ هل من المعقول الحوثيين لما يلاحظوا رئيس الجمهورية 3 سنوات خارج الجغرافيا وأنه غير قادر على العودة، وأن هناك فجوة بين رئيس الحكومة والدولة، وأن هذه منظومة فساد، السلطة الشرعية منظومة فساد، وأن هذه التعيينات التي مخجلة، وأن هذا الجيش الواقف في التخوم يعني في تخوم صنعاء وتعز المحاصرة، وأن هناك في الجنوب يعني عدم قدرة على إدارة الحياة، وأن وزراء يتم إهانتهم، هل الحوثيين سيسلمون السلاح؟ سينسحبوا إلى أين ينسحبوا الحوثيين؟ هم الآن سلطة وهم موجودين في المؤسسة العسكرية، قد استفادوا من 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 بييل، استفادوا من الكويت، عدلوا في ال 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 في مؤسسة الدولة، أنشوا كيانات، غيروا الذاكرة الوطنية للشباب، أدخلوا الآن ملازم إيرانية، خلقوا طبقة اقتصادية، سيطروا على المؤسسة الأمنية. هل تتوقع أن مثل هذه التصريحات أو الحديث الذي تحدث به رئيس الوزراء بأنها تلويحة خجولة لتعديل موقفها أمام الإمارات أو محاولة كسب رضا بعض الأطراف؟ شوف، طالما ظلت هو هذه تصريحات تبدو للاستهلاك المحلي ولإعطاء صورة إيجابية، لكن نحن أمام واقع كارثي نقولها للجمهور اليمني، وعلى الجمهور اليمني تحمل المسؤولية. أنا وصلت إلى قناعة ينبغي ألا نراهن على هذه السلطة الشرعية. أنا أعرف أن سأغضب كثير من الناس وسيتحدثون إحنا في تركيا عايشين بعيد، نحن متعلقين ببلدنا ونرى أن رهان الشعب اليمني وتطلعاته لدول التحالف والحديث أنهم سيرتبون البيت اليمني بالمؤتمر الشعبي العام وعودة صلاح لن يعود الدولة، الحوثيين أصبحوا الآن قوة. الحل الوحيد هو أن توجد سلطة شرعية لها استراتيجية باستقلال عن دول التحالف. ما تقوم به الإمارات العربية المتحدة وما تم القيام به مع السعودية في المناطق الجنوبية
وعدم قدرة رئيس الوزراء الذي هناك بعض ما وصلني من معلومات أنه تعرض إلى كثير من يعني أشياء خطيرة، غير قادر على أن يكون في عدن وغير قادر على أن كيف يتحدث عن ترتيب البيت اليمني وعن عودة. أولا رتبوا لنا ما يسمى بإدارة استعادة السلطة الجغرافية وإعادة العلاقة مع دول التحالف، وثم الأحزاب السياسية الآن فلتكون عامل مساعد للسلطة وليس هي اللاعب الرئيس. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي جمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.